الكل كان عندنا أمان واحد، هاي ليك نعيمة من الجزائر في عمرها 20 سنة طلعت للجبل باش تبع رجلها، هاي ليك مليكة في وقت الثورة كان ثقافتها السياسية في أحد الخلية تاع الحومة، الشريفة من الجزائر 18 سنة للعسكر قتلوا بنها وأخوها، فتيحة كانت في عمرها 16 سنة كانت تفد السلاح من قصبة لباب الوادي ومتزاير للبريدة، الزهرة كانت عند خالها اللي كان خماس وكانت حجبانة، هي اللي عاونت خالها كي طلع للجبل كان من المجاهدين الأولين، هذا هو يعني الهدف تاع كل الجزائريين والجزائريات، هدفنا واحد هو الاستقلال.
الوساده ما يبداعاتو الشبان تاع الدوار. وعلاش ابني؟ باه يلبسوه معسكر وخلات على اللي ما يحبش يروح. رايحين يعبطوا حتى واحد. فكر كيفاش مات محمد وليد حمو. اه مسكين محمد وليد حمو، مات بحبه في الراس. واش نقول لك يا ابني، الموت مر، بصح ما نقدرش نشوفك لابس لباس العدو وتضرب في خاوتك. نتمنى ما نعيش لهذيك الساعه يا امي. هاك ادي هذا العويل للخاوه، راهم يستناو فيك في المضرب اللي تعرفه. وما تنساش تقول باباك اللي خالو صالح راه خرج بالعز وراه بخير. متهنيه ما نساش يا امي. روح في لمن وظمه وربي معاك، تهلا في روحك. العسكر راهم كدود في كل جهه. يروح يفهم الفوج نتاعو في المهمة والمعلومات اللي تلقيتوها. وما تنساوش نزيد نأكد باللي المهمة هذه اللي راهي تنتظر فينا عندها قيمة كبيرة وفي نفس الوقت خطيرة، خطيرة جدا. وعلى هذا لازم كل واحد يفهم الفوج نتاعو. أما كلمة السر من بعد شوية راهو يجيبها لكم سي حميد. والآن تقدروا تروحوا تريحوا. تفضلوا. أحسنتم. كلمة السر. أنا السعيد. الشعب معانا. مرحبا بك. هاك باك جيت بالعويل وشوية اخبار على العسكر. اها جاكم جدرمية الدوار، واش يسحقوا؟ اه جاونا عطاو البراوات زوج من شبان تاع القرية باه يلبسوه معسكر. ثاني انت ثاني جي نهار وين العيتون. تقدر تضحك انت اللي كبير، بصح هما يعضوا عينيهم. هيا ما تفش، انا نضحك معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. اه سعيد. السلامة. الله يسلمك. واش راك؟ السلامة ابني. واش راك؟ واش راك؟ لاباس. الله يسلمك. الحمد لله. واش الأخبار؟ عندي لك خبر مليح. خير إن شاء الله. خالك الصالح راح خرج من الحبس وراح لاباس. هذا أخبار شبيبة. الله يسلمك. ودوك واش راه يدير؟ راح العاصمة. هرب من القبطان تاع الأصاص. أحلف فيه لي وقتله. إذا بقى في الفلات. يعني جا في باله باللي في المدينة راهي جنة، كيروح لتما يسلك. أمك كيفاش راهي؟ راهي لاباس، راهي تسلم عليك. الحمد لله، الحمد لله. بارك الله فيك سعيد. الله يسلمك. تقدر تروح بالوقت. تهلا في روحك يا ابني. وما تطولش في الطريق. صح. بالسلامة. أه يبقى على خير. أو رد بالك. تهلا وفي روحكم. وسي بشير.
ولا بشوية ولا؟ لا بشوية لا بشوية. بصح نعلمك يلزم الدواء المركز الأصلي. ماله؟ ماله؟ خاطر أنا ما نقدرش ندوي مليح. ما عندهم كل توي. أو سي حميد يعطيكش معاه حراسة. تكون حراسة مليح. ودوه اليوم. شكرا. حاضر حاضر. صح. هيا اجمعوا له. قولوا الله. أسابيع وحنا ندور حول العدو حتى نوجدوا له الوقت المناسب.
يلا يلا. حاضر.
الجرح خطير؟ او شوية. واش بيت الجرح؟ الجماعة ما وصلوش. بالك داروا على الوادي. آخر في قائمة الشهداء. رحمه الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. والخسائر؟ الجرحى؟ عندي مجروح واحد آخر. ولكن العدو أعطيناه درس اللي ما ينساهش أبدا. وما زال دوره صخرة. هيا يلا بنا المركز. ارفدوا منه. هيا يا جماعة يالله اليوم نتعشى وغدوة ما نعرف. ها بسم الله. قدم الحملة يا جماعة. بسم الله. سمر وقت نصي سمر. هاي بارك الله بك. قولي لي يا امرأة واش الدعوة؟ لا بس ما مشي جودك الكلاب اللي هناول ليل ونهار ما خلاو حتى واحد. ما تخافيش مادام كاينين رجال. هيا اجمع هيا ناكلوا لقمه بسرعه ونتكلوا على الله. Thank you.
هذه 25 سنة برك كانت جهنم. هذا بفضل المناضلين المخلصين كما أنتم. حقيقة الجزائر ولات الجنة لكل أبناء الوطن. هذا برج المجاهدين الأحرار. بلادنا أصبحت جنة. الحمد لله يا ربي لطالة عمري ولحقت لهذه الساعة وشفت أهلي وحبابي. ساكن عدبو والاستعمار عدبو بعذاب شديد وما كانش يفرق على خاطر جزائريين. سعيد ازرب ناخذ الطريق تاع الفيرما تاع اورتيغا على بالش هذيك القديمه ماهيش مليحه. عندك الحق، هاتي نعاونك شويه، الطريق راهي طويله والكازما ما زالت بعيده. استع العسكر كما دوك انا نعيش فيها مصعيبه وماذا بيا نقول لك واش كاين في قلبي. انا من بكري ناوي نطلع الجبل باش نحارب هاد الخبات هادو. يا بني راك مازلت صغير، وشي اللي راك تعملو للصبر يكفي.
على بالي يا امه، على بالي انا ماذا بيا ندير كتر. وين مبان انا قدام بوي وصحابه اللي ضحوا بحياتهم؟ ضرب حبس وكلا نقدروا نتكلوا على الله. يلا quelques instants, nous allons opérer une jonction avec la section Delta qui se trouve sur l'autre versant de la montagne. Mais rien ne nous empêche de prendre quelques instants de repos. Si tu cherches le repos éternel, tu pourras être servi. Alors, soyons sérieux. Il faut écouter le sergent. C'est un ancien d'Indochine. Il est aussi honnête d'être glorieux avec soi-même qu'il est ridicule de l'être avec les autres. C'est-à-dire, sergent? Un tel entendement vous dépasse, car vous êtes jeune et sans expérience. Ce que nous faisons ici en Algérie n'a rien de comparable avec les autres colonies. Mais c'est une révolution qui sera vite matée. La révolution n'est pas un seuil. Elle constitue une lente éducation. Elle est avant tout durée. Il n'y a pas un moment propice, une heure de la révolution. Il existe seulement un long processus au cours duquel se forge la maturité populaire. Ouais. Vous avez raison, sergent. Votre longue expérience dans le domaine militaire vous permet de mieux saisir les réalités de ce pays. En effet, je suis un ancien de l'Indochine qui connaît très bien la guerre subversive et la pique. Mais maintenant, j'exécute les ordres comme tout soldat doit le faire. Je pratique à nouveau une guerre classique, sans grand espoir de réussir. Allons-y, assez philosophie, va. Thank you.
بعد ما يبلص الميلات يطلع مع المجموعة نتاعو ويتمركز هنا. انت سي حميد مع المجموعة الثانية راح تكون هنا قريب منك. اسمح لي يا حضرتك. تفضل. انا نفضل نكون هنا في الوسط باش اذا حاولوا يهربوا نلقوا من هذا الجهة. لا 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 لا، لازم نفضل تكون قريب من سي رابح، خاطر سي رابح ربما راح يطلق النار من الجهة هذه. يعني الجهة هذه صعيبة. الجهة هذه صعيبة. وانا مع المجموعة الباقية راني متمركز هنا. وإشارة الهجوم؟ الإشارة تنتظروا، راني نبعث واحد هنا مع سي عمر.
هذيك اللي راني نخمم منها. بصح راك عارفه واش قال سي بالكاسم. هذاك الشيء اللي راني حيرني. واش من حل نلقاه لسي بالكاسم باش يقبلك مع المجاهدين؟ كيكون واش يكون؟ باش نخلي روحي يدوني الجدار مي ما نخليهمش. اليوم راه في مكان باباه. مالك قابل تبقى معنا؟ ماذا بي نعود حر معكم؟ مرحبا حتى للنهاية. أبدا بني يقبل يلبس لباس عنده باباه اللي رباه ويبقى راجل كيما هو. ابني ملك البلاد كيما باباه وانتم. ما فيها شك ما فيها شك. مالا الآن روح الفوج تاع سي حميد ومن بعد هو يقول لك واش تعمل. صح. أي. تفضل. واش كاين؟ حبيت نكلمك في واحد القضية. خير. الجندي عمار والأخت جميلة حابين تبدلهم تسريح باش يتزوجوا. عمار جميلة مليح. بكل حال ما كان حتى شيء اللي يقدر يمنعكم باش تتزوجوا على سنة الله ورسوله. لكن فكرتوا في المستقبل؟ معلوم زواجنا خممنا في المستقبل. إذن بصفتي كمسؤول ما عنديش الحق باش نعطلكم في هذا الطلب. والمعلومات على كل حال راهي واضحة في مخصوص هذه النقطة. في هذه الحالة راك موافق؟ طبعا. سجل الحالة المدنية راه مفتوح بالنسبة للزواج في الجبل، والزواج ما بقاش غير على مستوى العائلات فقط. المهم راكم متفاهمين ومتراضيين مع بعضكم بعض، والكلمة اللي نقولها لكم هي مبروك عليكم. يبارك فيك وشكرا سي بالقاسم. بسلامة. هيا الخوة، اما الازواج نعملوه في الدوار ثم ما عدنا حتى خوف. ما عندك حتى صي قبل ما نروح؟ شوفي منا على يومين راهم يجيو عندك زوج خوة، ماذا بك تشوفي وين تخبيهم؟ غير كون مهم. وهدوك الوثائق ما تخممش، راه قدور حفر لهم في الكوري وخباه. بارك الله فيك. زين نوصيك على حاجة في البشرة، ديري بروحك اللي ما كيعرفها والو، فهمتي؟ أما فيما يخص سعيد ما تخدميش، خلاص راهو كي خونا وكي وليدنا، وانت الله يعاونك. نتكل على ربي وعليك. ما تخدميش. هيا بسلام.
qu'ils sont cachés dans des trous et personne ne sait où les trouver. Caporal, tu appelles le radio et tu dis au chef de rassembler la section. On va fouiller la maison. Ok, chef. Entourez la maison. Et que le fusil mitrailleur surveille l'entrée. Les autres, suivez-moi. Ce n'est que deux sacs. Amène-les, on va voir ça dehors.
Ça va peut-être t'aider. Non, tu n'en veux pas. C'est très bien. Nous avons encore d'autres moyens pour te faire parler. Allez, la balance.
وانا وصلنا للفيرما وراهم الكلاب يقصروا ويزهاو. الان نعطيكم الاماكن تاعكم في انتظار الانطلاق. البنات ريحوا من اللون. سعيد خذ على اليسرى. سي محمد انت خذ على اليمنى. هيا الى من. Graziani qui vous demande. Si
نسحبوا من بعد. أعطني سلاح. فجر جديد.